دولة حبيبي. دولة. دولة عايز ايه؟ عايز ايه؟ وبقى دولة؟ جرى ايه يا ابني؟ هو انا موريش غيرك في البازار وهنا كل شوية تنط لي في كل حتة، ما انا زهقان منك في البازار كمان هتنط لي هنا. يا دولة اهدى بس يا دولة، انت دايما كده هو مكسر نفسيتي يا دولة. اهدى 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 اهدى. عايز ايه؟ انا جاي يا سيدي علشان يا عم تعال تعال تعالوا كلكم هنا اهو تعالوا. في ايه؟ تعالوا ابسطكم تعالوا. انا جاي علشان اعزمكم بكره على عيد ميلادي. الله كل سنه وانت طيب يا عم رمزي. ايه ده ايه ده، هابي بيرثدي تو يو يا رمزي. وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا مدهول. وانت طيب يا رمزي. كل سنه وانت طيب يا سيدي. ها ماشي بقى، عزمتنا فين بقى؟ عامله ان شاء الله عيد ميلادك ده؟ لا ما انا مش عامله في حته. امال عازمنا ازاي يعني؟ عازمنا على ايه يعني؟ يعني انت جاي بتقول عيد ميلادك عشان ايه يعني؟ عازمكم على عيد ميلادي. ومش الله مطول لك. استنى بس يا عادل اصبر بس يا بيبي اهدى بس. بص بص يا رمزي، يعني هو دلوقتي عادل يقصد يقول لك اين سوف تكون جغرافيه المكان اللي هتعمل فيه عيد ميلادك؟ اه فهمت يا رانيا. لا هو انا مش هعمل عيد ميلاد، هو انا يعني عيل سيس كده هون عشان اعمل عيد ميلاد. ده انت هتفقدني اعصابي بجد، انا مش فاهم انت جاي تعمل ايه. لا 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 اللهم طولك يا رانيا. معلش يا رانيا. ولا ولا نعم. ولا ولا ما تجننيش. نعم. يعني انت جاي تعزمنا على عيد ميلادك ومش عامل عيد ميلاد؟ ايوه يا دولة. لا وانا مش بتوع عيد ميلاد انا. امال جاي لي ايه؟ عايز ايه يا دولة؟ هو انا يعني مش زي انسان زي البني ادم بالظبط؟ انسان زي البني ادم ولو ان في شك. ماشي يا سيدي، كل سنه وانت طيب يا رمزي. وانت طيب يا دولة يا حبيب قلبي. ها هتبقى كام سنه بقى ان شاء الله؟ مش عارف. مش عارف ايه؟ عندك كام سنه؟ يا دولة ما اصل انا وانا بقى صغير خالص، فامي قالت لي بقى انت هيجي عيد ميلادك يا رمزي كل 10 سنين بقى كده. على اساس ان انت حيوان الكنغر يعني؟ ايه مفيش حد بيحتفل كل 10 سنين طب ما انت كده عندك ايه مثلا يعني؟ انت احتفلت بيه 3 مرات ونص مثلا. بص بقى دولة سيبك من الحسبه بقى دي، سيبك من عم. ندخل بقى في الاهم. تن 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 تن. ده ايه ده؟ اتفضل يا سيدي، دي بقى الهدايا اللي انتوا هتجيبوها لي بكره ان شاء الله. ايه ده؟ عامل ليست وكمان محضر ليست هدايا؟ هو احنا هنصرف عليك؟ انت داخل على طمعه بقى. الله يا نقنق، يعني هو انا لو ما طمعتش فيكم يعني هطمع في مين يعني؟ تطمع في مين؟ تطمع في انت يا ابني؟ ايه مفيش احساس خالص. يعني داخل علينا عايزنا ندفع كمان؟ خلاص اللهم تقولك يا روح. خلاص خلاص ولا 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 ولا، خد اللسته بتاعتك دي واتكل على الله. يلا اطلع بره. إيه طب خليها يمكن تفكر ولا حاجه. ما بفكرش. يلا خدها واتكل على الله. يلا يلا اطلع بره. كده ليه كده دولة يعني؟ ليه دايما تكسر نفسيتي كده؟ وانا اللي كنت جاي اعزمكم لاول مره في حياتي، لعلى اول عيد ميلاد في حياتي. ولا بلاش شغل الدراما ده، ما بياكلش معانا. يلا اتكل على الله. ما كانش العشم يا دولة. العشم مات من زمان. يلا اتكل على الله. يلا 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 تعال 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 تعال. طب الورقه يمكن تحتاج. لا مش هنحتاجها مش هنحتاجها، اشيلها معاك. يلا يلا. ليه يا دنيا حظي كده؟ في الاحزان تفتكريني وفي عز الفرحه بتنسيني ليه؟ يلا عيد ميلاد جرحي انا. يلا طب خد يا دولة يمكن تحتاجها. مش هحتاجها مش هحتاجها. يلا حرام. شكلك اتأثرت يا عادل. مش اتأثرت، انا قصدي افتكرت الاغنيه بتاعت عماد عبد الحليم الله يرحمه. حرام عليك يا بابا، والله انت كده احرجته. بيبي عادل حبيبي، يعني رمزي ملوش غيرك في الدنيا وغيرنا احنا كلنا، فيش مشكله يعني لو هو محتاج يحس بشويه اهتمام. اذا كنت انا نفسي ما احتفلتش ولا مره بعيد ميلاد نفسي، احتفل بعيد ميلاد رمزي ازاي يا جماعه؟ معلش يا بيبي بقى، هو الراجل جاي وكله امال ونفسه ان انت تحقق له. بليز يا بليز يا عادل، يعني حقق له اماله وامالنا المكنونه. قصدك ايه يا رن؟ قصدها يا سيدي ان سي رمزي ملوش غير سي حضرتك، يعني لازم تحتفل بعيد ميلاده. تفتكروا كده؟ آه. ماشي هحتفل بعيد ميلاده بس على شرط. إيه؟ انا اللي هعمل له عيد ميلاده بطريقتي. دولة دولة دولة
انت مش عايز تقول لي حاجه كده ولا حاجه؟ حاجه يعني ايه؟ يعني يا دول يعني تكون قلت بقى في عقل بالك كده هون بقى انا ايه ده؟ انا ايه اللي انا عملته مع رمزب والرموميس حبيبي ده هو؟ يعني انا كده هو ازعله؟ لا انا لازم بقى اروح اقول له بقى حقك عليا وكل سنه وانت طيب وكده هو. ماشي يا سيدي، كل سنه وانت طيب. بمناسبه ايه دول؟ يخرب بيتك. ولا بهزر يا عم بقى، سيبك بقى من الجورنال ده هو بقى. هادو لا بقى وهتعمل لي ايه بقى النهارده مفاجاه بقى؟ اعمل لك ايه يعني؟ انا بس عايز اسالك سؤال، انت ليه لاول مره في حياتك تفكر ان انت تحتفل بعيد ميلادك يعني؟ ما انا بقى دول قلت انا العمر اللي جاي بقى مش قد اللي رايح، يمكن يبقوا اكتر او اقل مش عارف، فانا قلت بقى نحتفل بقى ايه بعياد ميلادي اللي فاتت اللي انا ما احتفلتش بيها واللي جايه كده هم مره واحده، يعني نعوض ده في ده اهو. واخدهم كلهم شروه واحده يعني. ايوه دول بقى. قول لي بقى محضر لي ايه بقى يا دي؟ محضر لي ايه؟ محضر لك مفاجاه طبعا يا رمزي. بص مفاجاه هتطلع من ودانك يا رمزي. والله انا عارف ان انت دول بتحبني في الاخر. ايه هي بقى المفاجاه؟ يعني انا لو قلت لك ايه هي المفاجاه هتبقى مفاجاه. انت عبيط يا دول، ما انت كل شويه تقعد تخبي عليا حاجات وتيجي تقولها لي في الاخر بعدها بثانيه على طول بقى. ايه قصدك؟ ايه قصدك ان انا اهبل ولا ايه؟ لا يعني مش بالظبط كده يعني، بس انا دول دايما بقعد اخدك كده على قد عقلك كلها. يا ما المفاجاه اصلها يعني مفاجاه. ايه ده؟ ايه بقى المفاجاه دول؟ ايه انت حاجه وجعك؟ حاسس بدوخه كده يعني، يظهر ان انا ارهقت في الشغل النهارده ولا ايه؟ ايه دول ارهقت؟ ايه دول ده احنا لسه فاتحين البازار دلوقتي. قول لي بقى المفاجاه. هو فتح البازار ده شويه يا ابني، فتح البازار ده بيرهق الواحد جدا على ما بيفتح بقى ويخش يقول يا هادي والرش قدام البازار يعني. لا خلاص روح بقى. هتعمل ايه؟ انا هتكل على الله. بس خلي بالك من البازار وما تقراش الجورنال ده يعني. ماشي دول ماشي، سيبك الجورنال ده. سيب اصل انا كنت ممكن اخده معايا البيت اقعد اقراه، بس انا خايف ارهق لو قعدت اقرا الجورنال، فانا هسيبه. بس انت ما تقراهوش، وخصوصا الصفحه دي يعني. ها يا دول مش هقرا يا عم. يعني بص الصفحه دي كده وما تقراهاش بقى، يعني ممكن تقرا الجورنال كله بس الصفحه دي بالذات ما تقراهاش، فاهم؟ دول انت ايه يا دول، خفيت ولا ايه؟ اتكل انا بقى، اتكل انا. ها ما تقراش بقى الجورنال ده يا عم. حاضر دول. ماشي حاضر. سلام سلام. الصفحه اللي هي المفتوحه دي. ماشي حاضر دول. مع الف سلامه يا دول. سلام سلام. كل يوم يقعد يقول لي ما تقراش الجورنال ويسيبه واقعد اقراه برضه. نقرا بقى اهم حاجه في الجورنال، حظ اليوم. الدلو الدلو الدلو. وانا برج الدلو فعلا ولا دول هو اللي بيشتغلني؟ ايوه اهو. سوف ينتظرك اليوم يا رمزي الكثير من الأحداث السعيدة. يا ما انت كريم يا رب، ده مكتوب وحالي. كل ده يا ترى ايه هي الأحداث السعيدة يا رب؟ ده هيبقى أحلى عيد ميلاد في الدنيا. أنا فرحان جدا. ايه ده؟ دي صورتي دي؟ وايه الكلام اللي مكتوب ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ مش ممكن. هنا القاهرة، اسمع الشرطة. السفاح الخطير رمزي، من يستدل علي أرى الرجاء الاتصال بجهات الأمن فورا. السفاح وصل ضحايا حتى الآن 20 سيدة و15 رجل وطفلين حلوين كده وحمرين، وقد تورط في أحداث برج التجارة العالمي وحادث المعرض بالأرجنتين. كمان الأرجنتين؟ نهار اسود، والسود ده، السود ده جاي منين؟ يا نهار أبيض، ده كله أنا. متوسط الطول، يرتدي نظارة وحمالات، ويدعي البلاهة. أنا؟ أيوه، جدير بالذكر أن اليوم هو عيد ميلاده. عيد ميلاده، عيد ميلاده، عيد ميلاده، عيد ميلاده. بقى أنا إرهابي وده كله سفاح. حس السودة يا عم، حس. لا أنا هقرب، أنا يا غبي غباء بس.
هلا رمز. ايه ايه في ايه في ايه؟ حط صوتك ما تقولش رمز بصوت عالي يا دولا لحسن حد يعرفني. حد يعرفك ايه يعني؟ وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ دي ايه الكوفيه دي؟ انت عندك برد ولا لوز ولا ايه؟ انا بقول لك انا متنكر هون بقى علشان ما حدش يعرفني ويروح يبلغ عني يا دولا. يعني انت كده ما حدش هيعرفك بالكوفيه دي اللي مكرك يعني؟ رمزي رمزي عصير الرمان اللي انت طالبه، مع اني مش شايف سبب للرمان بصراحه. اهو يا رمز. اتبسط؟ انت بتنكر في الرمان؟ هو يعرفك لو طلبت كوكتيل، ولو طلبت رمان مش هيعرفك يا هبل. انا فاشل 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 يا دول، لا عارف ابقى سفاح ولا ارهابي ولا حتى عارف اتنكر، والرمان بكرهه وما بحبوش. طب انت عامل ده كله عشان ايه يعني؟ ما انا مش فاهم حاجه، انت متنكر ليه؟ ايه اللي حصل؟ مش انا بقيت سفاح وارهابي؟ سفاح وارهابي؟ ايوه دول، وانا اللي وقعت مركز التجاره العالمي يا دول. ايه ده معقوله؟ هو فين مركز التجاره العالمي ده؟ في المقطم يلا، بعد النافوره كده بتمشي عند جرينت الاندلس. انا بقى اللي عملت كله دول. شوف ازاي يا ابني؟ ازاي بس؟ فهمني واحده واحده كده، لان انا مش فاهم ايه اللي حصل. هو انت يا دول لو بتعرف تقرا جرايد وبتقعد تقراها كده، هو بالذات حظ اليوم كنت شفت اسمه وصورتي النهارده. يعني حاطين اسمك وصورتك في حظك اليوم؟ ايوه يا دول. وكاتبين بقى ايه؟ إن أنا رمزي أبو شفطورة. رمزي أبو شفطورة؟ يا أبو شفطورة دي عادي. أه بس ممكن يبقى تشابه أسماء يا رمزي. حلو قوي. طب والصورة دي بقى يا دولة؟ الصورة دي يا دولة؟ ولا أنت بتوريها لكل اللي في القهوة؟ وريه وريه. تشابه صور؟ أهي صورتك فعلا. أيوة دولة، وأنا بقى عمال أصطاد دبابات كده هون وطيارات. دول أنا؟ أنا؟ يا ابني وانت بتعرف تموت ناموسه ولا تصطاد ناموسه حتى؟ لا ده مش ناموسه، بقول لك دبابات دبابات وطيارات. وبعدين ايه الحل يا ده رمز؟ الحل ايه بقى؟ ما انا جايبك هنا هون بقى، وهضطر اشرب البتاع ده عشان ما حدش يعرفني. انت اللي هتدلني بقى. ما هدلك على ايه يا ابني؟ ده كده يعني لبساك لبساك يعني، ده بيقولوا سفاح وقتلت ناس وبتاع، يعني كده القضيه لبساك لبساك. بس ما تقلقش يا طبعا، انا عندي فكره حلوه. هفضل بقى مستخبي هنا كده هون هنا في القهوه. هتستخبى في القهوه يا ابني؟ كل اللي في القهوه عارفينك يا هبل. لا 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 ما تقلقش انت. عموما لو البوليس قبض عليك ان شاء الله يعني، وكشفوا على قواك العقليه وشافوا طريقه تنكرك، هيقولوا ده هبل ويفرجوا عنك على طول يعني. دولة بقولك ايه؟ الجريمة لا تفيد دولة. يعني انت هتتحبس؟ هتتحبس هتعمل ايه يعني؟ هتروح فين ولا هتيجي منين؟ انا رأيي بقى دولة ان انا بقى ايه، اهرب كده في اي دولة قبلي، اسطع بقى فوق القطر كده عشان الكمساري ما يشوفنيش. يعني هتعمل زي احمد زكي في فيلم الهروب؟ يا ابني ما اكيد البوليس شاف الفيلم وهيقبضوا عليك. هيقبضوا عليك. الحل صعب قوي يا ده رمزي، بس يعني سيبنا فكر كده. فكرت. ايه؟ انت ممكن تيجي تستخبى عندي في البيت. عندك انت دولة؟ دولة حبيبي. دولة حبيبي، مصر كلها تعرف ان انت رمز. شاكر قوي دولة، والله انا مش عارف انت يعني بتحبيني للدرجه دي دولة، وهتخبيني عندك. يا ده انت قريب يا مهما كان يعني، والضفر لازم يطلع من لحم طبعا معروفه يعني. ربنا يخليك يا دولة. يلا خلاص، ولا يهمك يا ولا يهمك. يلا يلا نتكل على الله، نطلع على البيت عشان ما حدش يعرف. ماشي يلا. افضل كده متنكر عشان ما اذيكش. خبي النضاره خبي النضاره عشان ما اذيكش. خبي النضاره خبيها خالص كده هدوء. ايوه. تعالى يا رمزي، مفيش بوليس عندنا في البيت. في مكان امان. رمزي ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا رمزي؟ ميكروباص دسني. ما كناش متفقين على كده يا عادل، ما اتفقناش على كده. ايه ده ايه ده؟ انتوا متفقين مع صاحب الميكروباص انه يدوسني؟ هنتفق مع صاحب الميكروباص؟ لا 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 مفيش حاجه. اقعد اقعد اقعد، الكلمه دي ما فيهاش بوليس. اقعد. يعني هو اصل رمزي كان خايف من امين شرطه ماشي في الشارع كده، راح استخبى تحت ميكروباص، فالميكروباص بقى ايه افتكر رطوبه فضل رايح جاي على دماغه. والعيب بقى دول ان الميكروباص ده كان محمل، المفروض كنت انقي ميكروباص محملش لسه. طب انت ليه بتستخبى من امين يا مدهول؟
مش انا طلعت ارهابي وسفاح وحقوق الانسان بيدوروا عليا وبيضربوني. ارهابي؟ هو لا لا يا بيبي، انت جايب لنا واحد ارهابي البيت يا عادل، جايب لنا ارهابي يا سناء. ارهابي يا عادل؟ يا جماعه هعمل ايه؟ برضو قريبي يعني هنرميه، يعني هنتبرى منه، ما انا لازم برضو اقف جنبه. تقف جنبه ولا تعملوا عمليات ارهابيه مع بعضيكم؟ لا انت كمان جايبه علشان يفجر لنا البيت اللي لممنا يا عادل، البيت الاسري الدافي هينفجر يا عادل. يا سناء انت صحيح عايز تفجر البيت دول؟ لا ماما الغباء ليه حدود يا ابني. بيت ايه؟ اطلع بره يلا، اطلع بره. ايه ده دول؟ عايز ترميني كده في انصاص الليالي؟ انصاص الليالي الساعه 5 العصر اساسا. يعني انصاص النهاري. خلاص بقى يا عادل بقى عشان الله. رمزي انا النهارده عامله لك مفاجاه. عارف الكوكتيل الجوس اللي انت بتحبه؟ انا عامله لك بايدي، اما اروح اجيبه لك. تسلم ايديك يا رب بسرعه يا رانيا. ولا تروح انت؟ فكره برضو، فكره برضو. ولا سناء تروح تجيبه لنا؟ لا 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 انت لا يا جماعه هيعرف هو يجيب. انا اعرف دول، انا هيعرف ما حد تاني يجيب. لا انا اللي هجيب. لا هيعرف، هو شاطر، انا اللي هجيب. انا هيعرف. صحي 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 صحي. اهو الحمد لله، الحمد لله. دول انا ايه اللي حصل لي؟ دول ايه اللي حصل لي؟ اللي حصل لك اتكهربت. اتكهربت يا مدهول، خدت شحنات كهربائيه تكفيك 100 سنه لقدام، هتبقى مهزوز اكتر ما انت مهزوز. يعني الكوكتيل كان متكهرب يا رانيا؟ لا كوكتيل ايه اللي متكهرب؟ ما الكوكتيل اهو ما فيهوش اي حاجه في الدنيا. لا. ده هي الثلاجه بس كان تقريبا في سلك عريان كده، فهو ده لما انت حطيت ايدك كهربا، لكن الكوكتيل زي الفل. خد حبيبي. لا 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 ما يكون متكهرب يا عم. لا الكوكتيل انا ماسكاه اهو في ايدي، اهو ما فيش اي كهربا من اي نوع. ده انا عامله لك بايدي. اسمها كوكتيل متكهرب؟ انت عبيط يالا. ما كان عمل كده. لا لا خد خد بس سمي بالله كده وش. ساعد عادي عادي. اشرب 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 بس. يلا اشرب اشرب. ايوه بقى كمان. يلا اشرب اشرب. دول انا ايه اللي بيحصل لي ده كله؟ دول ده كله علشان يعني اول مره في حياتي ابقى عايز احتفل بعيد ميلادي. دول اوعى بقى تفكر مره تانية ان انت تحتفل بعيد ميلادك ده. ها لا خلاص، هي غلطه. توبه، ده انا بقيت ارهابي وبقيت سفاح واتكهربت من الكوكتيل. هيحصل لي ايه تاني يعني؟ هيحصل لي ايه؟ اشرب اشرب اشرب. طب مش هتصبوا لكم؟ طيب لا اشرب. بعديك بعديك. ربنا يخليك. انت عشان ده يعوض الدم اللي نشف عندك يعني. اشرب بقى اشرب اشرب جامد اشرب جامد. ايوه كل اللي بيتكهربوا بيشربوا عصير كتير. على بق واحد. يلا على بق واحد. ايوه ايوه اشرب اشرب اشرب. يلا فاضل شويه فاضل شويه. يلا اشرب. يلا يا بابا يلا. يا نهار اسود يا ماما. ايه اللي حصل؟ هو مش ده العصير بتاعي اللي انا بقالي سنتين ناسياه في الثلاجه لحد اما باظ؟ باظ؟ انا انو ده دول؟ انو ده باظ؟ ده باظ ده باظ ده باظ. صحيح يا ياسمين، ده انا افتكرت ان انا اتلخبطت فيه ما بينه وما بين الفريش اللي انا كنت عاملاه لك. طب يا باص بيقول لك باص، يعني اكيد هيحصل لك تسمم يا رمزي. تسمم يعني هتموت. مع السلامه يا رمزي. بقى لله. مع السلامه مع السلامه. ايه دول؟ انا حاسس ان انا متسمم. طب تسمم بكره. ايه ده؟ وانا كده بقى مت؟ يعني انا مت بقى ولا ايه؟ انتوا جايين تزوروني وانا في الجنه؟ جنه؟ وانت هتورد عمرك على جنه؟ ايه ده بس يا عادل؟ اهدى ايه؟ اهدى ايه يا رانيا؟ انت ما اتفرجتيش على نشره الاخبار والبوليس بيقول انه خلاص ضيق الخناق على رمزي وخلاص قرب يمسكوه ويظبطوه. متلبس؟ ملبس؟ انا ملبس هدول يعني ايه؟ ضيق الخناق دي يعني متلبس؟ متلبس يعني ايه هدول؟ يعني انا مش عايز اودي نفسي في داهيه ويقولوا ان انا شريك معاك في الجريمه يا رمزي. ما تقلقش يا دول يا حبيبي، ما تقلقش يا دول، مش هعترف عليك بعد ما يعدموني. ما تقلقش. بصي بيقول لك بعد ما يعدموني مش هيعترف عليا. لا لا انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، لازم نمشي يا رانيا. لازم لازم. يا عادل يا عادل. دولا دولا هو دولا ليه متعصب كده يا ياسمين؟ انت ايه اللي خلاك تحتفل بعيد ميلادك اصلا؟ الشيطان الشيطان يا ياسمين، انا مش هعمل كده تاني. انا اصلا النهارده مش يوم عيد ميلادي اصلا. ايه
ازاي النهارده مش عيد ميلادها؟ ايوه ياسمين، اما انا لقيت كل الناس بقى عمالين يحتفلوا بعياد ميلاداتهم وانا لا، فقلت بقى احتفل انا كمان. يا عيني يا عم رمزي، ده انت صعبت عليا قوي. انا صعبت على نفسي اكتر. معلش يا حرام. ياسمين ايه؟ يلا بسرعه، البوليس كبس على العماره وخلاص هيضربوا نار علينا. يا نهار اسود، طب والنبي يا بابا بس ما تغرقش عم رمزي في البالون، طلع غلبان قوي. مالكش دعوه، ولا غلبان ولا مش غلبان. يا دوله يا دوله، لا انا ما عملتش حاجه دوله، ما تسيبنيش. الكلام ده تقوله بعد ما يعدموك. يلا 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 يا دوله، يا دوله انا بريء. يا دوله يا دوله يا ماما. سلم نفسك يا رمزي. لا انا مش هسلم نفسي يا بوليس. نفسك وشيل الغطا. انا بريء، انا بريء، انا بريء، انا بريء، مش هسلم نفسي، انا بريء. سلم نفسك يا رمزي. انا بريء، مش هسلم نفسي. سلم نفسك بقول لك. انا بقول لك لا. دولا رانيا. نو نو Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ramzi. Happy birthday to you. Can you miss with your Maggie? Can you miss with your Maggie? Can you miss with, can you miss with, can you miss with your Maggie? لا مش الدرجات، يلا طف الشمع وما تفتفش في التورت. بس بقى يلا مفجح الوعد، يلا اخلص. دولا بقول لك ايه؟ دولا هو الاكسليفون ده يا دولا فرعوني؟ طبعا يا ابني فرعوني، امال ايه؟ آه. يا راجل آه. انا بحسب التماثيل بس يا دولا. لا يا ابني، ما كانوا ايام الفراعنه بيستعملوا الالات الموسيقيه. فين ده يا دولا؟ بيستعملوها بقى يا سيدي ايه، في الافراح الفرعوني وفي اعياد الميلاد مثلا فرعوني. او حد نجح مثلا في الثانويه العامه. الثانويه العامه ايام الفراعنه يهبل. امال يا دولا؟ كان بكالوريا. لا الموضوع كده كبير قوي يا دولا. يا ابني اي استشاره فرعونيه اتعلم، بس اتعلم، ما تفضلش غبي طول عمرك كده يا رمزي. هتعلم يا دول. طب انا عندي سؤال يا دول، هو انا لو بقى معايا اكسليفون ده اهو ماشي، ينفع بقى اطلبك على اكسليفونك؟ من اكسليفونك لاكسليفوني؟ ممكن؟ انت اهبل يالا، اهبل. امال؟ لا يا ابني، دي آلة ندى. ازاي؟ آلة ندى زي الكلاكس بتاع العربيه كده. يعني الكلاكس بتاع العربيه مثلا ساعات بسمعهم فعلا يا دولا، بيقعدوا يعملوا يلاغوا بقى. يا دولا يعني واحد مثلا بعربيه عايز يلاغي واحده فوق مثلا، ها تتتتتتتتتت. يعني ايه يا دولا؟ يعني يخرب بيتك انا حبيتك. صح ولا كده؟ تن 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 تن. مع ايدك يالا، انا مش طايقك يالا. بص يالا رمزي. نعم يا دولا. انا عايزك تقف معايا ها، وتبقى في ظهري. حاضر يا دولا. عايزين يعني ايه ندخل على الراجل ده دخلة رجل واحد. ايوه دولا، بس احنا اتنين. يا غبي، يعني هنتكلم كلمة واحدة، يعني ما نقولش كلام مختلف عن بعض. يعني انا طبل وانت ترقص يعني؟ لا انا برقص، انا اللي طبل وانت اللي ترقص. حاضر. ماشي ماشي. يلا. السلام عليكم يا معلم أساس. عليكم السلام. اهلا اهلا يا استاذ عادل، اتفضل. مش دلوقتي، مش دلوقتي، انا طبل. خير؟ عايزين ايه؟ لا خير، انا هخش في الموضوع على طول. وانا داخل معاك يا دولا. المختصر المفيد. هلا هلا على الجد. والهلا هلا جد عليه. واللي كسب من بنت عمه يتجوز بنت خالته. واغسل يديك قبل الاكل وبعده، ولبس العروسه تبقى جاموسه. ها قلت ايه يا معلم؟ قلت لا الا الله محمد رسول الله. ايه يا عم مالكوا داخلين عليا شكوكو واسمعني يا سيد؟ ما تخلصونا، ده انا خلق ضيق والجزمه بتزيق. طيب ما احنا بنتكلم اهو، يعني بصراحه انا عايز اتاجر في اللب السوري. عيني العقل. وعرفت ان انت شبح اللب السوري في المنطقه كلها. والسوداني كمان. لا السوداني ده هنخليه مرحله متاخره شويه.
ها مش كده يا رمزي؟ ماشي موافق يا دولة. يلا ورينا بقى عينة كده من اللب السوري، خلينا نجرب والكلام يحلو واحنا بنقزقز يا معلم. قزقز اتفقنا. احلى لب درجة اولى. دولة دولة نزل مني يا دولة. نزل تعالى حط هنا 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 هنا. لا 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 اقول لك تعالى هنا هنا. فين يا دولة؟ هنا بين الفترنتين. تعالى ماشي. يلا يلا. ولا اقول لك؟ لا يا دولة بقى انا ظهري اتكسر بقى يا دولة. انت بتزعق يالا ولا ايه؟ ما انا تعبت يا دولة بقى. تعالى نزل هو جنب اخواته. يلا انزل. طيب. بالراحة. ايدك معايا. طيب ايدك اهي. يلا اهو بالراحة. لبيتك. ماشي معلش يا دولة تقيل قوش. وبعدين مش كنت تجيب شيال يا عم؟ واجيب شيال ليه؟ ما انت موجود بتعمل ايه يعني؟ اهلا اهلا يا اسطى. الباترينا يا استاذ عادل. اهلا الله ينور. ايه رايك يا استاذ عادل؟ الله ينور زي الفل زي الفل. مية مية. تسلم ايديك. خد يا اسطى بقيت فلوسك مجهزها لك اهو يا سيدي. شكرا يا استاذ عادل. شاكرين. دولة بدرينة ايه دي يا دولة؟ احنا نفتح موبيليا؟ نفتح موبيليا بباترينا؟ انت بتقول اللي بيجي على لسانك وخلاص يا هبل ما بتفكرش. ما ايه دي يعني؟ يا دي اللي هنبيع فيها اللب يالا. لا يا راجل. امال ايه؟ يا على دماغك الذكية يا دولة. يا ده احنا هتلعب معانا لعب. هتلعب معانا ايه؟ هتلعب معانا الواحد يا ياض. مالكش دعوة انت بالموضوع ده. ليه يا دولة؟ ليه يا عم؟ مش انا وانت راجل واحد يا دولة. لا وانت راجل واحد في شغل البازار، لكن في المكسب انا الراجل الوحيد هنا. شيل لب عم رمش. عينيا احلى كسيل لب لاول واحد. اتفضل يا باشا. حاسب بقى عند دولة حبيبي. ماشي اللي بعد. اتفضل. ازيك يا بابا؟ اهلا ياسمين حبيبتي. ايه خير؟ جيتي ليه؟ مفيش، انا بس انا واصحابي جايين ناخد منك لب. يا سلام قوي قوي. رمزي احلى ثلاث قراطيس لب لياسمينة وصاحبتها. عيني عيني. اتواصل بقى يا عم رمزي والنبي. حاضر يا ياسمينة يا قمر. بس هتدفعي بقى ولا ايه؟ انت بهزر يا دولة. بهزر. اتفضلي اتفضلي يا امورة. معلش يا جماعه واسطه واسطه. معلش يا معلم عدم المؤاخذه، يعني انت بتعمل معايا كده الغلط. الزياده دي صراحه يعني ملهاش اي لازمه. غصب عني الناس شغاله على اللب زي النار، كل شويه تك تك بوم بوم تك تك بوم بوم ومفيش رحمه. وهم غاليين عليهم الاسعار. ما كله على قفا الزبون. والزبون يعني هيستحمل ايه ولا ايه؟ ده قفات هاره يعني. احنا هنعمل ايه؟ ما احنا بنستورده بالدولار والدولار كل شويه بيزيد. خلاص يا معلم انا هزودك يا سيدي في الشوال جنيه. لا دولار. لا جنيه. خلاص يا جماعه احنا نقسم البلد نصين يا دولة. ازاي؟ دولة حبيبي يدي لك نص دولار وانت تديني نص جنيه. يا معلم كده الاسعار بقت زياده قوي كده يا معلم. غصب العنا يا استاذ عادل. ايوه بس مش معقوله يعني كل يوم الشوال يزيد دولار يعني. هي دي التسعيره الجديده. أيوة المواطن ذنبه ايه يعني؟ احنا كده بنقصوا على المواطن. الغاوي ينقط بطاقيته. يعني ده اخر كلام عندك؟ واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. سلام عليكم. انت بصراحه اللي جايب لنفسك الكلام يا استاذ عادل. تتعامل مع المعلم أزأز ليه؟ ده راجل نص لب. نص لب يعني ايه؟ يعني راجل ماشي ومش تمام يا استاذ عادل. انا بقى هظبطها. اشتري من عندي ارخص، هوديك للراجل الراس الكبيره المحمصه الام. تكلم جد يالا حته؟ عيبي يا استاذ عادل، عدم الرمؤاخذه انا عملت معاك حاجه الا قبل كده. انت هتاخده وتتعامل معاه، بس انا بقى ليا نسبه كيلو لب في اليوم. يا سلام لو على كيلو لب عينيا. وادي العربونه اهو يا سيدي. هات حبه. حبه اهي. لا كتير والله يا استاذ عادل. والله كتير يا استاذ. مش عايز والله العظيم. ماشي يا استاذ. صل على النبي. بهدوء يا جماعه. ايوه اللب الحلو الجميل كله هياخد. ها لب ربنا كتير الحمد لله وكلنا هنقزقز لب. المعلم قزقز ده كسب مني كتير قوي. الحمد لله ان انا اتعرفت على لبيب السوري. الله الله الله. قابل وحاسب يا دولة. قابل وحاسب يا عم. اللب الجميل ده اهو. خمسة اهي. اتفضل. ايوه ابعت. انت بتاكل يالا الشغل يالا. معلش بقى يا دولة، ما هو طباخ اللب بيدوق. اجيب لك قرطاس؟ هتيجي بنفسك وتسيب الشغل. عسل يا دولة عسل. حاسب ولا يلا بسرعه 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 يلا يا رمزي. حاضر يا دول. يلا خش لم القشر ده كله. حاضر يا دول. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بقشر اللب. ايه قصدي بلم القشر. ايه بتشتغل زبال ولا ايه؟ انا يا دول اشتغل زبال في قشر اللب. ده هو عاطل.
عاطل طول عمره ومكتوب في البطاقة عاطل، يحمد ربنا ان لقى شغلانه يعملها كده برضو. يا نقنق يا حبيبتي نقنق وحبيبتك كمان. تعالى تعالى نحلم الحاجات دي. حاضر. دول في تاني ولا ايه؟ شوف جوه في الزبالة كده اهو، شوف المطبخ اي قشر. يلا حاضر يا دول. يا قمر يا يا معلم. ايه ده ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش فاهمه حاجه يا بيبي. انا اقول لكم اصل ايه الموضوع ده، في سر يا جماعه. سر ايه هو السر ده؟ السر التاجر اللي هو السوري ده صاحبي. يعني قال لي دولا في قشر زداني جوه اجيبه؟ لا قشر لب بس. حاضر. قال لي على السر بتاع اللب. سر ايه بقى؟ سر ايه بقى؟ في بذور صغيره كده ممكن نزرعها ونزرع لب. انت فكر فكرت. انا طالب منك تفكر. ماشي دول. قشر اللب. ماشي معلم. ماشي يلا. مكتوب بقى السر ايه؟ قال لي بقى ان القشر بتاع لا مش عارف السر. القشر بتاع اللب يا جماعه بيتباع. ايه ده بيتباع ازاي بابا؟ ايوه بيتباع. بياخدوا القشر بتاع اللب بيعملوه علف للبهايم. علف للبهايم؟ يعني انت وقفت حياتك كلها على لم قشر اللب عشان تتاجر فيه؟ والله ما حد بهايم غيرك. لو سمحتي لو سمحتي. يعني التفه دي ليها تمن؟ طبعا ليها تمن، وانا ملاحظ في كذا قشره موجودين هنا في الارض. وده غلط. ها انا مش عايز ولا قشره تضيع بعد كده. ويا جماعه انا هعمل معاكم اتفاق، اي حد معاه قشر لب هيدهوني هديله بداله لب صحيح. خلاص. بس انا عادل باكل اللب بقشره. من النهارده ما تاكليش لب خالص يا حماتي. يا تلم القشر، مش عايز ولا قشريه في الارض. يلا يا رمزي. يا عم دول القشر ده كله تلمين على طول. عينيا يا معلم. يلا فيار لم نفسك عادي. لم نفسك عادي. اسم المعلم عادل واتكلم معاه كويس. بقول لك ايه، الشغل ده شغل معلمين. ما دام شغل معلمين ايه اللي جابك هنا بقى كده؟ اه اكتر من كده. ماشي يلا يا القشر ده على موتي. لا لا قشر لم المعلم. دول يا عبيد لم القشر. يا حلوة حلاوة حلاها النبي. ماشي ماشي. لا خلاص شكرا شكرا. سلام. اسعى وصل على النبي. معلم أزأز نزل سعر الكيلو 3 جنيه. ماشي يا معلم أزأز. يا أنا يا أنت. دولة ما تيجي نأزأزه في السوق. دولة تسمعتني؟ ما أنت بتفكر بصوت عالي قوي على فكرة. وبعشرة وبس. وبعشرة وبس. وبعشرة وبس. وبعشرة وبس. بتسعة بتسعة. تسعة بتسعة. ثمانية وبس. وثمانية وبس. وثمانية وبس. وثمانية وبس. بسبعة بسبعة. بسبعة بسبعة. وبستة وبس. وبستة وبس. وبستة وبس. وبستة وبس. وبستة وبس. ليه كده يا صاحبي؟ خلي الغلابة تأزأز يا بطة. مش ليك يا مرزوق. مرزوق مين؟ انت بشوفش الفيلم بتاع سلام يا صاحبي؟ لا. وبستة وبس. وبستة وبس. وبستة وبس. وبستة وبس. وبعدين يا دولة الزباين اتبخرت خالص، مفيش زبون. مش عارف بقى يظهر الناس زهقت من اللب ولا ما بقتش تحبه ولا ايه. هدولة بصراحة يعني بقى المخزن جوه كله مليان لب يا دولة ونصه سوس، هنعمل ايه؟ والله ما عارف. العمل عمل ربنا بقى. تفتكر ايه العمل يعني هذا رمزي؟ اقول لك بقى بصراحة يعني، بس ما تزعلش مني، انت اللي غلطان يا دولة. انت غرقت السوق كله لب يا دولة لغاية لما الدنيا كلها زهقت من اللب. انا نفسي زهقت من اللب، ما بقتش طايق شكله اساسا. استغفر الله العظيم يا رب. خد سلي نفسك شوية يا ابني. بقول لك مش طايق يا ابني ولا طايق ابص المنظر وتقول لي خد سلي نفسك. معلش يا دولة معلش. بس بس يلا نلعب سبق. يلا نلعب سبق. ولا ده وقت لعب؟ ده لعبة حلوة قوي. هنستهبل؟ هقعد العب انا وانت؟ Ha 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 ha!